أنا في البداية عايزة أعرف يعني رؤية عامة واسعة من حضرتك لاهتمام الصحف الدولية بموضوع ذاكرة بايدن. الحقيقة هي مش أول مرة ولكن كان ليه ذلات لسان، وأيضا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم كمان الأمريكي لأوكرانيا في ظل أزمتها مع روسيا بالطبع. يعني خلينا نقول أن يعني الواشنطن بوست قالت بالأمس على لسان مصدر مسؤول ان إدارة بايدن وكبار مساعديه بينظروا الى نتنياهو بانه ليس الشريك الذي يمكن الضغط عليه حتى ولو في السر، رغم ان رئيس الوزراء الاسرائيلي كان يهمس في اذن الرئيس بايدن بانه يمكن ان يقبل بدوله فلسطينيه مستقله، فكره الدوله المستقله الفلسطينيه في السر، لكنه كان في العلن يصعد من خطاباته. الان يعني ما توصل إليه كبار مساعدي بايدن أن نتنياهو لم يعد هذا الشخص. ده من ناحية. من ناحية تانية أني يعني العلاقة ما بين كبار المساعدين في البيت الأبيض حسب واشنطن بوست صحيح والرئيس الأمريكي، العلاقة مع نتنياهو في طريق شبه قطيعة، يعني العلاقة على حافة الانهيار. وبيأكد ده المرسوم الرئاسي اللي أصدره الرئيس بايدن اللي بيلزم الدول التي تحصل على مساعدات عسكرية، من بينها إسرائيل طبعا، يلزم الدول التي تحصل على مساعدات عسكرية بضرورة أن يكون استخدام هذه المعدات والأسلحة الأمريكية وفق قوانين الحرب والالتزامات الدولية. وهنا تخوفات كبيرة داخل إسرائيل من المرسوم ده اللي كان بمثابة صدمة كبيرة ليهم، وفي نقاش كبير داخل الحكومة الإسرائيلية حول الموضوع مع استمرار القصف المتقطع للجنوب، مع استمرار الحصار والتجويع، مع استمرار إصرار نتنياهو وحكومته المتطرفة على فكرة العقاب الجماعي كما أسمتها مصر كأول دولة أطلقت هذا اللفظ على هذا العدوان من بداية العدوان. وبالتالي فالولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها ملف مهم خارج الشرق الأوسط، ملف أوكرانيا والدعم الذي يجب أن توفره والتمويلات والدعم العسكري الذي يجب أن تدعم به أوكرانيا وزيلينسكي في الفترة الحرجة الحالية اللي بيواجه فيها روسيا. الحقيقة في النقطة دي نيويورك تايمز اتحدثت وقالت انه احد مساعدي بايدن تحدث ان الولايات المتحدة ارتكبت خطأ في الوقوف بجانب اسرائيل منذ بداية 7 اكتوبر. حضرتك شايف ازاي هذا العمل؟ الحقيقة ان يعني في مراجعات كثيرة تحدث في الإدارة الأمريكية، والدليل ما قلته حالا فيما يتعلق بالمرسوم او بالقرار الرئاسي من الرئيس بايدن، لكن خلينا نقول ان الامور لا تتوقف عند هذا الحد. الضغط على سواء كان من الخارجية الأمريكية أو من الرئاسة الأمريكية على بايدن لوقف الاعتداءات وعدم تصعيد الموقف في الجنوب تحديدا، وأنهم بيعتبروا أن العدوان على أو الاعتداء على الجنوب هو عملية لن نستطيع أن ندافع عنها ولا ندعمها حسب تعبير بلينكن نفسه، أن هذه العملية لا يمكن أن ندعمها وهي ستكون عملية كارثية بكل المقاييس. وبالتالي لا، هناك في حالة من في فجوة كبيرة ما بين ما بين نتنياهو وما بين البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي تحديدا وإدارته، رغم أنه يعني من أكثر الداعمين له طوال فترة حكمه وخاصة أثناء العدوان على غزة.